محطات الحياة كتيرة جدا وكبيرة جدا. الفنان الراحل سمير صبري إن كان في السينما أو في الدراما أو حتى تقديم البرامج، يعني محدش ممكن ينسى برنامج هذا المساء وأعمال تانية كتير قوي قوي. خلينا نتعرف على كل هذه المحطات مع الناقد الفني خالد محمود اللي موجود معنا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. وحقيقة يعني مصابنا جلل وبنعزي نفسنا في رحيل الفنان الكبير سمير صبري. صباح الخير، وفعلا خالص العزاء، مش بس الجمهور المصري، الجمهور العربي كله في رحيل فنان في الحقيقة طارق رصيد إنساني وفني كبير. صحيح. وبيحظى بي مش باحترام، بتقدير كل الجمهور من مختلف الحقيقة الأجيال، يعني لأن هو سمير صبري فنان متعدد الأجيال وقدر يتعامل مع كل الأجيال حسب ثقافتها وحسب فنونها للحظات الأخيرة. الحقيقة كمان يا أستاذ خالد، هو مش بس أثرى الفن بأعمال، لكن هو كمان ساهم في صناعة الفن. محدش أبدا يقدر ينسى أثر سمير صبري في على سبيل المثال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أول من سنة 76، من البداية من ساعة ما قدم الدورة الأولى طبعا لما اختاروا الصحفي كمال ملاخ. يعني مسيرة كبيرة جدا حابين نتكلم مع حضرتك عليها. بصي، هو فعلا رصيد الفنان الكبير الراحل سمير صبري خلف الكاميرا وخلف الكواليس أكبر بكثير من رصيده أمام الكاميرا والكواليس، وإن لم يكن يعني يوازي هذا القدر من العطاء. صحيح. دايما كان فاعل كبير في نهضة سينمائية وتلفزيونية وبرامجية، وحتى المهرجان زي ما حضرتك بتقولي وقف جنب وقفة كبيرة، ساهم في دخول نجوم ونجمات عالميات كتير لمهرجان القاهرة. في السنوات الأولى كان محتاج دعم كبير سمير صبري، كان لديه علاقات كبيرة بنجوم ونجمات من العالم وقدر يجيبهم القاهرة وقدروا يعملوا انطلاقة كبيرة لهذا المهرجان. وأنا فاكر كلماته الأخيرة حتى في الدورة اللي اتكرم فيها مؤخرا، يعني تحس ان هو جزء من هذه القاعة، جزء من هذا المهرجان. صحيح. نجوم ونجمات كتيرة، تحس انه شريط ماشي امام عيون المشاهدين في القاعة. هذا الفنان انا رأيي الشخصي يعني رغم هذا البريق الكبير والتواجد، لانه لم يقيم تقييما حقيقيا او لم يأخذ حقه بشكل وفي، لانه هذا النوع من الفنان الثقاف المثقف. صحيح. بتتشعب معطياته وبتتشعب يعني اعماله واضافاته للساحه الفنيه، وبالتالي ما تقدريش تقفي عند محطه محدده، يعني هتلاقيه في عالم البرامج مثلا كان نجم كبير نمبر 1. صحيح. هتلاقيه لما دخل الانتاج السينمائي انتج افلام تقدر جميع المشاهدين يقدروا يتعاطفوا معاها ويشوفوها. هذه البساطه، قمه الثقافه لقمه البساطه، ده باختصار تواجد سمير صبري على الشاشه، سواء على شاشه التلفزيون. صحيح. او على شاشه السينما. صحيح صحيح. طيب استاذ خالد، يعني اجتماعيا سمير صبري في الوسط الفني، يعني ناس كتير بيقول ان هو كان اجدع واحد بيسال على الناس، واكتر واحد بيسال على الناس، واكتر واحد متواصل مع الناس، والكلام ده ربما في داخل الوسط الفني مسبب ازمه كبيره جدا لعدد كبير جدا من محبيه. رصدت ده ازاي؟ بص، امبارح نبرات الحزن في عيون نجمات ونجوم كثيرين وهم يعني بيلقوا النظره الاخيره عليه حسستني بقيمة ما تقوله يا أستاذ مصطفى. أولا سمير صبري كان متفاعل، وياما عمل تصالحات كثيرة جدا بين النجوم، بينهم وبين نفسهم، وبينهم وبين المجتمع، وبينهم وبين عالمهم الفني، بشياكة ودي شياكة الإنسان المثقف الواعي، ودون ولديه أسرار كثيرة جدا. صحيح. ياما ساهم في تعديل مسارات كثيرة لمجموعة من الفنانين وعلاقاتهم مع المخرجين كان يمكن أن يشهدوا اعتزالات وإلى آخره. سمير صبري
أدرك دوره الاجتماعي من إن الناس شافت فيه مصداقية وإنسانية وأشياء كثيرة جدا يقدر يعملها ويتقبلها، مش بس على المستوى الاجتماعي، كان كمان على المستوى السياسي وظروف واقعته مع أم كلثوم، إنه ساهم في إنه يذيب مخاوف إنها ممنوعة من الغنى أو إلى آخره في عصر السادات وأشياء كثيرة جدا. صحيح، وفنانين تعرضوا لظروف صحية وظروف اقتصادية سعاد حسني دايما كان موجود. طبعا. وسعاد حسني الله ينور عليك، سعاد حسني قدر يعرفنا ويقربنا من يعني أسرار خفية في رحلة الرحيل هذه النجمة التي تحتل مكانة كبيرة في قلوب الجمهور. لكن أنا عايز أقول في الحقيقة أن سمير صبري لما قلت أنه مظلوم تقييميا، سمير صبري عنده مجموعة من الأعمال اللي لما تقف عندها أو أدعو المشاهدين أن هم يقدروا يشوفوها من جديد. ممثل لي مفرداته الخاصة، وعلى عكس ما كان يتوقع الكثيرون أنه بيعمل أعمال لايت ولا آخره، زي ما شفنا البحث عن فضيحة وأفلام أخرى كثيرة. زي إيه فندم؟ أهم الأعمال مثلا وجهة مثلا كده. نفتكر مع بعض مثلا بالولدين إحسانا مثلا، هذه الدراما القوية جدا أمام فريد شوقي وكريمة مختار، وقد إيه وصل رسالة الفيلم ببساطة، هذا الابن المستهتر اللي هو يعني بتغري عيلة زوجته وإلى آخره، وبيقدم رسالة كبيرة جدا في الحقيقة من أهم أدوار فريد شوقي قدام سمير صبري. لكن الدور اللي عمله سمير صبري هو اللي حط نجمنا الكبير فريد شوقي في هذه الأجواء. لو شفنا توتو النبوت مثلا هتلاقي إن سمير صبري في مرحلة مختلفة من الأداء، ومعاه طبعا نجوم على رأسهم عز العليلي، لكن كان هو برضو بيشكل المحور الأساسي في الفيلم. صحيح. في إن هو اللي حط الأسرة على بوادر الأمل، وهو اللي هدم الأسرة أيضا بتصرفات أخرى، يعني شكل محطة درامية في مجموعة من الأفلام. الحقيقة أدوار متنوعة، وبرضو هنشوف دورين أنا في الحقيقة عاوز أقف قصادهم، عملهم مع النجم الكبير عادل إمام، أعتقد إن هم ما بينهم سنوات طويلة قوي، لكن نفس البريق ونفس التواجد. صحيح. مش بس البحث عن فضيحة، ولكن أيضا فالنتينو. لكن ما بين دول ودول تحس إنه سمير صبري اتعامل مع الحياة بشكل مختلف. صحيح. هو كان محب فعلا للحياة صحيح. الفنان مستمر في العطاء. طيب سؤالي الأخير يا أستاذ خالد، إتقان الفنان سمير صبري لعدد من اللغات وارتباط ده بتقديمه لعدد من أهم البرامج التلفزيونية، هو نجم يعني ما ننساش يعني النادي الدولي، ما ننساش طبعا. هذا المساء، ما ننساش انفراداته وقدرته على الحكي وقدرته على استضافة ألوان مختلفة من الجمهور ومن الفنانين ومن كل الألوان والأطياف. الميزه دي ما اعتقدش انها موجوده عند ناس كتير، يعني قصه كمان اتقان عدد من اللغات دي كانت اضافه كبيره للفنان. بص يا مصطفى، انت بتترك لنقطه مهمه، والاستاذ جمانة برضو، انا سافرت مهرجانات عالميه كتيره، وادركت قد ايه انه الفنان لازم يكون مثقف ويدرك لغات علشان يقدر يذاكر مشاعر ومشاعر العالم. يعني التعبير ده انا خدته من توم كروز في احد اللقاءات، انه يقدر يبقى مدرك لمشاعر كل العالم هيقدر يوصل هذه الرساله. اتقان سمير صبري للغات ده كان عنصر مميز جدا. امال انت ازاي هتعرف كيف يفكر الاخرون، ماذا يقدم الاخرون؟ وبالتالي لما جه قدم برامج كان رقم واحد، رقم انا بعتبره في مصاف اهم مقدمي البرامج في العالم، مش بس في المنطقه العربيه او مصر، لانه قدر في هذا البرنامج انه يستضيف نجوم ونجمات كبار في مجالات مختلفه على فكره، ويحاورهم سواء سياسيين او فنانين، وقدر يحط مزبيره في مكانه مختلفه في وقت ما كان يعني بمثابة يعني تقنية يعني سنوات كبرى في تاريخ مزبيرو ساهم فيها سمير صبري. احنا محتاجين هذا النموذج، لانه
الاعلامي او الفنان لازم وطني، لازم يبقى على تواصل مع العالم بثقافات ولغات والى اخره. وهو عاوز كمان بدعو من خلال حضرتك ان احنا نعيد بعض حلقات برامج سمير صبري، احنا بندعو علشان هنكتشف فيها اشياء اخرى. احنا بنضم صوتنا لصوتك. بنشكرك استاذ خالد محمود الناقد الفني، شكرا جزيلا لحضرتك.